أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام الرافدين في جولة صحفية جديدة وصدى الأقلام نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن أحزاب السلطة الطائفية وحكوماتها المتعاقبة ما زالت تسعى حثيثا في إثارة الفتن الطائفية ودس الأفكار الخطيرة والدخيلة على بنية المجتمع العراقي لتفكيك روابطه الدينية والوطنية وتمزيق نسيجه المجتمعي وتماسكه الأخلاقي. وأوضحت الهيئة في بيان نشره موقع الهيئات أن وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الحالية أقدمت على إصدار أمر إداري ذي طبيعة طائفية برقم موجه إلى الجامعة العراقية كافة يقضي بفسح المجال أمام مبلغي العتبة الحسينية في كربلاء لإقامة برنامج التبليغ الديني في الجامعة العراقية امتثالاً لرغبة ديوان الوقف الشيعي. إن هذا الإجراء غير العلمي وغير المبرر أبداً سيكون وسيلة أخرى من وسائل إثارة الفتن الطائفية وخلق صراعات داخل المجتمع العراقي من خلال الجامعات العراقية التي تسعى للخروج من دائرة الفتن الطائفية وسلطة الميليشيات التي تقوم على مدى السنوات الماضية بممارسة طائفية وعنصرية مقيتة داخل أروقة الجامعات. وفي هذا السياق شدد بيان الهيئة على أن هذا القرار على الرغم من عدم قانونيته كونه صادراً بطلب من دائرة لا علاقة لها وهي ديوان الوقف الشيعي وتلبية لرغبة العتبة الحسينية وليس وفق السياقات القانونية المعلومة، فإنه يعد تدخلاً سافراً في عمل الجامعات العراقية وزجاً لها في صراعات طائفية، وهو ما يكشف عدم استقلالية التعليم والجامعات العراقية في ظل العملية السياسية المبنية على المحاصصة. وأضاف البيان بأن السماح لرجال العتبة الحسينية بالتبليغ في الجامعات دون غيرهم من العلماء والدعاة هو قرار طائفي يشير إلى الإقصاء والتهميش وفرض فكر وآراء معينة على طلاب الجامعات، فضلاً عن كونه يقوض مناهج التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً في سياق الدعم المتواصل لمؤسسات ديوان الوقف الشيعي تحت عنوان حماية المذهب، التي حصل بفضله الديوان على أموال طائلة من موازنات بعض السنوات الماضية. وفي الوقت الذي حملت فيه هيئة علماء المسلمين في العراق وزارة التعليم العالي المسؤولية المباشرة عن كل الآثار السيئة والمخاطر المتوقعة من تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن تورطها بالانتقاص من أساتذة الجامعات المتخصصين بالشريعة الإسلامية الذين هم أقدر من غيرهم على القيام بمهمة التثقيف الديني بمناهج علمية سليمة تحت إشراف صحيح وسليم من إدارات الجامعات العراقية. إن وزارة التعليم العالي هي المسؤول المباشر عن كل الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة من تنفيذ مثل هذا القرار، وهي متهمة بالانتقاص من أساتذة الجامعات المتخصصين بالشريعة الإسلامية الذين هم أقدر من غيرهم على القيام بمهمة التثقيف الديني من خلال مناهج علمية سليمة تحت إشراف صحيح وسليم من إدارات الجامعات العراقية. إن هذا القرار هو غطاء لنشر التفرقة والتعصب المذهبي وترسيخ مفاهيم خاطئة تحث على الحقد والكراهية وتعتمد على مغالطات تاريخية وقصص منتحلة يسعى الجميع إلى إبعادها عن المنابر والمساجد، وإذا بها تطل علينا من نافذة وزارة التعليم العالي التي تؤكد بقرارها هذا فشلها التام وتضييعها لرسالة التعليم العالي في العراق وانشغالها عما يجدر بها من مهام وفي مقدمتها مسؤولية إنقاذ التعليم الجامعي في العراق مما هو فيه من فشل متراكم أوصله إلى الدرك الأسفل وأخرجه من حيز معايير تقويم التعليم في العالم. إننا في هيئة علماء المسلمين في العراق ندعو إدارات الجامعات العراقية جميعاً وأساتذتها إلى التصدي لهذا القرار الخطير جداً
وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف وراءه، وقطع الطريق على العابثين بالتعليم في العراق وفي ثقافة المجتمع وقيمه وتقاليده، والعمل على إلغاء المحاصصة الطائفية وتثقيف الناس لاسترداد حقوقهم وتحسين معيشتهم، وتعزيز قيم محاربة الفساد ومعالجة تجهيل المجتمع وتخليصه من الاستخفاف بعقول أبنائه. عن هجرة العقول العلمية كتب إياد عناز مقالاً في صحيفة البصائر العراقية، جاء فيه: تأتي أهمية رعاية العقول النيرة والشخصية العلمية والذوات الإبداعية لتكون ركيزة من الركائز المهمة في تطوير المنظومة العلمية والثقافية وتقدمها في أي بلد من بلدان العالم، وتسهم في رفع مستوى العلم والمعرفة في الأوساط المجتمعية، وتحافظ على امتداد مبادئ البحث العلمي والتقني وانتشارها، ورعاية الأفكار المشعة الساعية إلى بذر حالة الإدراك والوعي لدى الشباب المتعلم المبدع، والمساهمة أيضاً في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة التي تؤثر حالة الرقي والنهوض العلمي الذي تبغيه الدول المتقدمة والمجتمعات الراقية. العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي لأراضيه في 9 نيسان من عام 2003 شهد ظاهرة خطيرة وكبيرة، هي هجرة العقول العلمية والشخصيات الفكرية والقامات الثقافية والرموز الاجتماعية نتيجة الأوضاع السيئة وما آلت إليه نتائج الاحتلال والأساليب العدوانية التي اتبعتها أدواته وساهمت في تغييب العقل والفكر العراقي، بل أدت إلى ظهور منظمات وأدوات إرهابية سعت إلى اغتيال الكفاءات العلمية والشخصيات البارزة في المجتمع العراقي، واستهدفت وجودهم وأرواحهم، مما حدا بالكثير منهم إلى مغادرة البلاد بهجرة إجبارية وليست طوعية. وهنا يمكن لنا أخي القارئ الكريم أن نستعرض مفهوماً حقيقياً وتعريفاً ميدانياً يخص المهاجر، وهو أي شخص ينتقل من مكان إقامته إلى مكان آخر داخل دولته وخارجها عبر الحدود الدولية، وبغض النظر عن حالته القانونية أو مدة إقامته في المكان الجديد أو الأسباب والعوامل التي دفعته للهجرة، أو إذا كانت هجرته كونية أو تمت بشكل قسري. فالمهاجر هو إنسان يسعى للبحث عن حالتي الأمان والسلام، بعيداً عن الصراعات العرقية والطائفية والاغتيالات السياسية والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده والتي فرضتها عدة عوامل داخلية وخارجية. يمكن أن نحدد أسباباً عديدة تستخدم بظاهرة الهجرة، وهي تندرج في نقاط محددة، منها أسباب سياسية تتعلق بفقدان الاستقرار العام في البلاد من جميع النواحي، وبحالة الإحباط التي يعيشها الإنسان المبدع والتي يراها في استلام من هم أقل كفاءة منه ميادين العمل والتخطيط في المراكز العلمية. وأغلب التعيينات تأتي تحت مسميات المحاصصة السياسية والطائفية والحزبية، ولا تتوفر أي فرصة لشخص بعيد عن هذه المسميات رغم ما يتصف به من كفاءة وعلم ومعرفة في اختصاصه العلمي والفكري والثقافي، وهي إحدى الأدوات التي تتبناها بعض الهيئات الدولية والإقليمية لإفراغ العراق من عقوله وكفاءاته العلمية وإضعاف الجبهة الداخلية وإبقاء البلاد في حالة من التخلف والضياع. كشف موقع ذا انترسبت أن شركة جوجل قدمت أجهزة ذكاء اصطناعي لحكومة الاحتلال الصهيوني، وذلك عبر اتفاقية مثيرة للجدل وهي مشروع نيمس. وأضاف الموقع في تقريره أن وزارة مالية الاحتلال أعلنت البرنامج في شهر نيسان أبريل من العام الماضي 2021 وبكلفة 1 مليار دولار، وهو نظام برمجة سحابية بني بالاشتراك بين جوجل وأمازون. وأعلنت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم حلول سحابية شاملة للحكومة الصهيونية ووزارة دفاعها، إلا أن مهندسي جوجل يفكرون دائما في إمكانية خدمة هذا المشروع للاحتلال في الضفة الغربية. وفي العام الماضي 2021 اتهمت كل من هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال اتهمت الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطبيق نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جوجل باعت أنظمة ذكاء اصطناعي للاحتلال دون علم موظفيها، موقع ذا انترسبت. ورغم اعتماد الجيش الإسرائيلي على الأنظمة المتقدمة وأجهزة الرقابة المحوسبة، إلا أن عمليات تحليل البيانات التي تقدمها أجهزة شركة جوجل قد تزيد من تدهور الأوضاع الناتجة عن الاحتلال العسكري القائم على البيانات. وفي تحليل لوثائق اطلع عليها الموقع وحصل عليها من خلال المصادر المتاحة على بوابة تعليمية مخصصة للمتدربين في مشروع نامبس، فقد اتضح تقديم جوجل مجموعة كاملة من أدوات التعليم والذكاء الاصطناعي المتاحة على خدمتها جوجل كلاود بلاتفورم، منصة جوجل السحابية. ولا تكشف الوثائق عن الطريقة التي سيتم فيها استخدام نامبس، إلا أن الوثائق تظهر أن الخدمة السحابية الجديدة ستعطي إسرائيل القدرات على اكتشاف الوجوه وتصنيف آلي للصور وتحليل للمشاعر والمتابعة، بل ويزعم أنه قادر على تحليل المشاعر البادية في الصور والكتابة وطريقة الكلام. وأشارت مواد نامبس إلى تدريب خاص متاح لموظفي الحكومة من خلال خدمة كوريسيرا ووزارة الدفاع كمثال عن هذا. وقام جاك بولسون مدير مجموعة المراقبة تيك أنكوري بمشاركة عنوان البوابة مع ذا انترسبت، وقال في رسالة إلكترونية: ناقش المسؤول الأمني السابق في جوجل انتربرايز والذي يشغل الآن منصب مدير فرع أوراكل في إسرائيل أن واحداً من أهداف نامبس هو منع الحكومة الألمانية من طلب معلومات تتعلق بقوات الدفاع الإسرائيلية وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية. تطرق صحيفة الغارديان البريطانية في مقال لها لملف الحكومة الإيطالية عقب استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي من منصبه، مرجحة عودة اليمين المتطرف لحكم البلاد. وذكرت الصحيفة أن رحيل رئيس الوزراء دراغي المبكر يهدد إيطاليا بإحياء شياطين الديون في الماضي فضلاً عن بعض الشياطين الآخرين، ذلك في إشارة إلى اليمين المتطرف. وذكرت أيضاً أن استطلاعات الرأي الحالية ترجح أن انتخابات الخريف ستقدم الحكومة اليمنية الأكثر تطرفاً في أوروبا الغربية والتي تضم حزب إخوان إيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني والرابطة القومية وحزب فروزا إيطاليا بزعامة سيلفيا بيرلسكوني شريكاً بنسبة ضئيلة. وأضافت الصحيفة أنه بصفتها زعيمة لأكبر حزب فإن ميلوني التي تشبه سياساتها غير الليبرالية سياسات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ستكون المرشحة بقوة لتصبح رئيسة وزراء إيطاليا. إيطاليا تتأهب للحكومة الأكثر تطرفاً في أوروبا. سيكون هذا الاحتمال مثيراً للقلق في أي سياق، خاصة مع تواصل حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا وأزمة الطاقة ذات الصلة وخطر الركود الاقتصادي، فإنها أي الحكومة اليمينية في إيطاليا تشكل تهديداً للوحدة الأوروبية على جبهات متعددة وفقاً لما ذكرته الغارديان. وأضافت الصحيفة: فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة والحقوق فمن المرجح أن يصطف محور ميلوني سالفيني إلى جانب دول مثل بولندا والمجر في تحدي المعايير الأوروبية بقوة. ذكرت الغارديان بأن ميلوني دعت بعدما رددت الحجج على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تأكيد سيادة الدستور الإيطالي على قانون الاتحاد الأوروبي وسياسة الإيطاليون أولاً بشأن الوصول إلى خدمات ومزايا الرعاية الاجتماعية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، أصبح دراغي شخصية محورية في الحفاظ على الوحدة الغربية ودعم كييف رداً على العدوان الروسي وفقاً للصحيفة البريطانية. وبحسب الغارديان، فإن سجل اليمين الإيطالي المؤيد لبوتين لا يوحي بالثقة في أن مثل هذا النهج من شأنه أن ينجو من فصل الشتاء الذي تهيمن عليه أزمة الطاقة التي تتلاعب بها موسكو. وفي عام 2019 وصف زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني الرئيس الروسي بأنه أفضل رجل دولة على وجه الأرض حالياً. وأشارت الصحيفة إلى أنه أياً كان الفائز في انتخابات أيلول سبتمبر المقبل فسيتعين عليه التفاوض على تمديد دين عام بقيمة 200 مليار يورو
بحلول نهاية العام، فأوضحت أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتوجه تكاليف الاقتراض الإيطالية نحو ذلك النوع من المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2012، فقد تحتاج روما مرة أخرى إلى الاعتماد على سخاء البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات. على النظام السياسي والإمبريالية السلطوية كتب حسن أبو هنية مقالا نشره موقع عربي 21، جاء فيه: تفسح الطرق العسكرية والأمنية والسياسية والقانونية التي يقصى فيها الإسلام السياسي على المجال العام في العالمين العربي والإسلامي، تفسح عن إشكالية الدولة القومية التي فرضتها الإمبريالية الغربية نظاما وشكلا وحيدا للاجتماع السياسي في العالم الإسلامي على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. وقد أدت إزاحة الشريعة الإسلامية وتركيز القانون الغربي إلى توتر غير مسبوق بين الانتماء الإسلامي والانتماء الوطني، إذ أجريت إعادة تشكيل مفهوم المجتمع الديني في البلدان الإسلامية على أسس هوياتية وطنية مستحدثة، وذلك بعملية تأميم الدين في سياقات علمانية مشتبهة وسلطوية. وظهر الإسلام السياسي الذي تجسده الحركات الإسلامية التي تؤمن بأن الإسلام دينا وسياسة في الحقبة ما بعد الاستعمارية، هو رد فعل على هيمنة الدولة على الدين واحتكاره وإعادة تأويله وتفسيره ولتأكيد السمات الإسلامية للدولة. في نهاية المطاف، لم تفلح الأوجه المتعددة للإسلام السياسي باختراق منظومة سلطة الاستعمار الداخلي، فآثار الكولونيالية والإمبريالية وفعاليتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لا تزال تهيمن على سياسات الأنظمة ما بعد الكولونيالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، ولا تزال تتحكم في بناء وصياغة خطاباتها وتصوراتها وممارساتها، ومهما قولبت حركات الإسلام السياسي من أيديولوجيتها وخطاباتها وعدلت من سلوكياتها وممارساتها، سوف تبقى تعرف بالإسلام كدين وسياسة، وهو إسلام ينظر إليه دوماً كنقيض للغرب يناهض المركزية الغربية البيضاء، وباعتباره كينونة تناهض الادعاءات الكونية والعالمية، ويتعامل معه كمشروع مفكك للاستعمار سياسياً وثقافياً. إن تبدل الظرف الجيوسياسي الدولي اليوم وعودة منظورات التنافس بين الدول خلق رؤية إمبريالية غربية جديدة، فالإمبريالية كشكل متطور من الكولونيالية بلغت ذروة العدوانية تجاه الإسلام والإسلاميين في المنطقة، وهو ما تجلى في بناء استراتيجية تقوم على تسليم قيادة المنطقة للمستعمرة الاستيطانية اليهودية ومحو وإزالة وتصفية القضية الفلسطينية. فمنذ أن أنشأت الإمبريالية الغربية دولة إسرائيل على أنقاض فلسطين، وهي تقوم بوظيفة حارسة للإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المعروف أن الإسلامية بأوجهها المختلفة مناهضة للإمبريالية والصهيونية، فالإسلامية اليوم هي من يقاوم الهجمة الاستعمارية في المنطقة التي تقوم أنظمتها من خلال الاستعمار الداخلي للسلطة على ديمومة الهيمنة الإمبريالية وضمان الحفاظ على الصهيونية. عاش المصور الأمريكي أندرو ستادر لحظات من الانبهار في عمق الصحراء الجزائرية بين الجبال الحجرية والرمال الحم، مشبها ما رآه بكوكب المريخ. فقد وضع أندرو ستادر، وهو أحد مصوري الحياة البرية في مجلة ناشونال جيوغرافيك العالمية، على حسابه وضع صورا للمناظر التي أعجب بها والتي تظهر في أحدى المحميات الطبيعية في أقصى الجنوب الجزائري، ونشر أندرو صورا له بزي رواد الفضاء فوق تلك الجبال الصخرية. قد لقيت صور أندرو أعجابا كبيرا في الجزائر، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من الفخر بما تكتنزه الجزائر من أماكن لمناظر طبيعية لا تزال عذراء وتحتاج فقط إلى التعريف بها للعالم. ويوجد في الصحراء الجزائرية أجمل غروب شمس على قمة الأسكرام بسلسلة جبال الأقاري الصخرية والتي يتوافد عليها السياح من كل بلدان العالم للاستمتاع بظاهرة تعاقب الليل والنهار.
هذه مجموعة مختارة سريعا من الرسوم الكاريكاتيرية. نطوي صحف هذا اليوم بإذنه تعالى، وغدا صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.